بحضراتكم مرة تانية، خلينا بقى سريعا نبتدي الفقرة الخبرية، وبنبتديها دائما الحقيقة وأبدا بدور مصر القيادي ودور مصر الرائد في إن هي بتقف بجانب شقيقاتها سواء كان الدول العربية أو الدول الإفريقية في كل الأزمات وفي كل الظروف الصعبة. الحقيقة كان امبارح مصر أرسلت مساعدات طبية إهداء للشعب السوداني الشقيق، وده طبعا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق بالتأكيد في مختلف المحن والأزمات. المساعدات دي كانت في شكل طيارتين اتحركوا امبارح من مطار قاعدة شرق القاهرة الجوية لمطار بور سودان. الطيارتين دول كانوا متحملين أو كانوا كلهم عليهم أطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من الحكومة المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الشقيق في دولة السودان. وطبعا معروف ان هو منذ بداية الأحداث دي الحقيقة العديد من المنشآت الطبية في السودان للأسف خرجت خارج الخدمة، وده أدى إلى نقص كبير جدا في الخدمات الطبية المقدمة. فعشان كده كان التحرك السريع، وده مش أول ولا آخر مرة بالتأكيد مصر بتتحرك علشان دعم الدول العربية والشقيقة. ويمكن لو هنعدي كده بسرعة نقول مثلا أزمة زي الكورونا وغيرها، الحقيقة في كل الأزمات مصر بتكون دايما بتستقبل كل الأشقاء من كل الدول، سواء بقى بنتكلم على سوريا، على ليبيا، على العراق، على اليمن، ودلوقتي السودان وغيرهم. الحقيقة فدايما دور مصر الرائد والقائد في المنطقة وفي طبعا بالتأكيد في أفريقيا. في نفس السياق تم كمان سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر بعد كده عودتهم لاستئناف مهام العمل بالقنصلية المصرية في بور السودان، وده طبعا مرة تانية تأكيدا على متانة الروابط التاريخية اللي بتجمع ما بين الشعبين المصري والسوداني الشقيق، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية والدول الصديقة والدول العربية بالتأكيد في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل ليهم. ومرة تانية طبعا كل شوية بندعي إن شاء الله الشقيقة السودان ربنا يصلح الأحوال وتبقى الأحوال أفضل إن شاء الله قريبا جدا يا رب. اللهم أمين يا رب، وربنا يديم عز مصر دايما.